الحديث أكثر إذا مشاهدينا الكرام عن إنهاء أمريكا الاستثناء التي كانت قد أقرتها من العقوبات على إيران. معنا هاتفيا من ملبورن متخصص في الشأن الإيراني والأحوازي سيد ميثاق عبد الله، مرحبا بكم. سيد ميثاق، إذا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن انتهاء الاستثناءات من العقوبات التي كانت قد منحتها واشنطن لبعض الشركات في التعامل مع إيران. بداية، كيف تقرأ هذه الخطوة الأمريكية؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. كوادر قناة الفرنسيين والمشاهدين الكرام. طبعا إدارة ترامب تحاول إجبار طهران على دخول المحادثات في شأن برنامجها النووي، وذلك قد حدث سابقا، ثم قد أبرمت هذا الاتفاق إيران من خلال تصعيدها بتخصيب اليورانيوم. برأيي أن ترامب الآن يحاول زج إيران في عملية أن يجعل الشارع الإيراني ينتفض ضد النظام. حسب المعلومات الواردة وحسب الشيء الواضح وجليا بأن ترامب يحاول قلب النظام أو تغيير النظام الإيراني فقط، ولا أعتقد أن يحاول أي ضربة عسكرية إلى إيران. هذا البرنامج صراحة العقوبات الأمريكية قد أثرت تأثيرا كبيرا على الاقتصاد في داخل إيران، وخاصة أن هذه العقوبات في تصعيد هذه العقوبات وضع اثنين شخصيات بارزة بينهم علي خامنئي على قائمة العقوبات، وكذلك وزير الخارجية الإيرانية جواد محمد جواد ظريف، وفضلا عن ثمانية من كبار قادة الحرس الثوري. وبرأيي أن هذه العقوبات قد ستجعل طهران أكثر انحداء. أما بالنسبة، لا أعتقد أن العراق قد يبرم أي اتفاق تجاري، وهنالك كذلك إدارة ترامب كان لديها تناقضات في الشأن الإيراني، حيث بعد أن وضعت العقوبات سلمت العراق إلى إيران على طقم ذهب، حيث أن تستطيع إيران تتنفذ وتتنفس اقتصاديا من خلال العراق. أما الحليف الروسي اليوم قد يأخذ الكثير من النفط، وأخذ هو كذلك في شمال إيران جزء من بحر إيران، لذلك هنالك في بينهم اتفاقيات، وهذا على صعيد التجاري يأخذ النفط من إيران والغاز كذلك، وكذلك يستطيع أن يستفيد كثيرا من إيران. هذا في الجانب الاقتصادي. في الجانب الداخلي الإيراني، ما تأثير ذلك في الداخل الإيراني أصلا المنتفض منذ أكثر من عام والمتذمر على النظام الحاكم؟ على الصعيد عام، كل الشعوب المحتلة من قبل إيران وحتى الشعب الفارسي اليوم يريد تغيير النظام، ولكن علي خامنئي ماسك البلاد بغضة من حديد. لا اعتقد ان هنالك اي اختلاف بين رئيس كوريا الشماليه وعلي خامنئي. هنالك تتواجد في كل مناطق ايران، جغرافيا سياسيه ما تسمى ايران، اجهزه استخباراتيه قويه جدا، يتم اختطاف المعارضين وقتلهم على قرار النسخه الايرانيه، كذلك قد يحدث الان في العراق على المحتفظين في العراق. الداخل الإيراني متقلقل جدا، ولا أعتقد أن يتحمل كثيرا أكثر مما تحمله من خلال أكثر من 15 عام. هنالك الكثير، يعني إيران وصلت اليوم اقتصاديا إلى تحت الصفر. الآن الشعب، كل الشعوب في جغرافيا سياسية ما تسمى إيران، تعيش الفقر إلى أقصى درجات ولا توجد هنالك حتى الان، اذا انتبهتوا في فيروس كورونا قد ايران اصبحت لا تستطيع ان تتحرك هنالك. وكما ان الان وضعت وزجت العراق كذلك في هذه المصائب، والان كذلك كيف تتوقع الدول المرتبطه في سيد ميثاق الرد الايراني على هذه الخطوه الامريكيه؟ كيف سترد ايران؟ هل ستحرك مثلا اذرعها في المنطقه ولا سيما ميليشياتها داخل العراق؟ إيران حاولت كثيرا زج المنطقة وجرها إلى حرب، ضربت السعودية وضربت البحرين وضربت الكويت، وضعت ميليشيات ووضعت عصابات إرهابية من خلال زعزعة الأمن في دول عربية وخليجية، ضربت السفارة الأمريكية في العراق لزج العراق في حرب،
إيران تريد الحرب، تريد جر المنطقة إلى حرب لكي أن تستطيع أن تتنفس، حيث أنها الآن تدمرت اقتصاديا تماما. ولكن أن سيكون هنالك رد مباشر على الولايات المتحدة الأمريكية، إيران لا تستطيع الرد على الولايات المتحدة الأمريكية. وكما رأيتم سابقا في مقتل سليماني كذلك، هم قالوا قد سننتقم، ولم ينتقموا ولم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا. الإيرانيون يريدون جر منطقة الخليج الآن تحديدا إلى حرب، وهذه من أجل أن تستطيع أن تكسب الكثير من المال من قبل الدول الحليفة لها ومن قبل العراق التي تأخذ الكثير منه، ووضعت الشعب العراقي الآن بين فك راحة، ولا يستطيع الشعب العراقي حتى أن يلقي قوت يومه من قبل الفعاليات التي تستخدمها إيران. ولكن إيران الآن حتى لا تستطيع تمويل حزب الله كما كان أو تمويل ميليشياتها، اليوم كل هذه الميليشيات تأخذ العراق ذريعة من أجل أمورها الاقتصادية ومن خلال بيع المخدرات. والآن الحليف التركي كذلك يتواجد هنالك، أعتقد قد عقوبات أكثر ستطال تركيا من خلال التعاون الاقتصادي مع إيران. ولكن في النهاية الإدارات الأمريكية المتعاقبة قد عودتنا بأنها تتناقض في قراراتها وليس لديها أمر حازم إزاء إيران. شكرا جزيلا لك من مالبورن، متخصص في الشأن الإيراني والأحوازي ميثاق عبد الله.